بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المتابعين، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي في الإصدار الأول من الحجر أو مقر الحجر الصحي الذي وفرته القيادة العامة للقوات المسلحة لي أنا والطاقم الذين كانوا معي في مهمة خارجية. هذه المهمة التقينا بأعداد كبير جدا من الصحفيين ووسائل إعلام مختلفة ومن عدة دول كذلك. التقينا مع وكالة أنباء ومع مراسلين. هذا الأمر قد يكون هناك خطر نتيجة الاختلاط، وبالتالي القيادة العامة رأت أن نخضع لحجر طبي لمدة أسبوعين، ونحن حقيقة سعداء جدا بهذه الخطوة، لأن هذه الخطوة تؤمن شعبنا وتؤمن عائلاتنا وتؤمن أصدقائنا في العمل، وبالتالي نحن سمعا وطاعة ونفذنا هذا الأمر. القيادة العامة للقوات المسلحة منذ البداية بدأت في خطوات تتعلق بالأمن القومي بتشكيل اللجنة العليا برئاسة السيد الفريق عبد الرازق النظوري والسيد وزير الداخلية إبراهيم بوشناف والسيد وزير الصحة سعد عقوب، وكذلك بلجنة طبية استشارية عليا. هذه اللجنة تعمل على مستوى ليبيا، على مستوى الوطن، تصدر بياناتها وتصدر تعليماتها التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الشعب في مستوى هذه البيانات ومستوى هذه النداءات المتكررة والتي يجب أن يتقيد بها كل مواطن. هذا الداء داء خطير جدا، هذا الداء لا يفرق بين كبير وصغير وبين مسلم وغير مسلم وبين أي نوع من المكونات. هذا الداء داهم هذه البشرية بصفة عامة. نسأل لكم السلامة ولكافة المسلمين ولكافة البلدان. هذا وباء خطير جدا. الخط الأول في الدفاع والمقاومة هو تقييد التحرك وتقييد الخروج إلا إلى أمر هام جدا وأمر جلل، يمكن مثل إسعاف وغيره من هذه الأمور. ما عداها عليكم التقييد التام بتعليمات اللجنة العليا، التقييد التام كذلك بمعطيات العامة في الصحة العامة من النظافة ومن التكاثف ومن التقارب، وكذلك من توحيد الجهود بالنسبة للدولة وبالنسبة للقطاعات بصفة عامة. أمكث في بيتك، صلي في بيتك، ألزم بيتك. هذه أولى خطوات المقاومة ومكافحة هذا الفيروس الخطير جدا. كذلك نطمئنكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها سرايا خاصة بإدارة الكيمياء الآن تتوزع في بعض المدن، خاصة المكتظة بالسكان مثل مدينة بنغازي الآن، وكذلك سيرت بعض القوافل من سرايا الكيمياء وفصائل الكيمياء إلى قطاعات العمليات العسكرية سواء في قطاع شرق مثلطة أو قطاع طرابلس. المهمة الآن هي التعقيم وهي تكثيف العمل الميداني في إطار التحسين من هذا الوباء. بالرغم من الأمر لحد الآن مطمئن في ليبيا، لا توجد حالة بشكل صريح معلن عنها في هذه حتى هذا التوقيت، وهذا يعتبر عمل جيد وهذه وقاية من الله سبحانه وتعالى، ولكن من أجل أن تمتد حالة الصفرية في الموجود هو أن تلتزم بالتعليمات الواردة من اللجنة العليا ومن مختصين في هذا الجانب. منع التجول ليس ضد الحرية وليس تقييد للحرية، بل هو تقييد للوباء وهو تقييد للانتشار الوباء في أكثر من بقعة. نحن نعرف أن شعبنا شعب عاطفي يتأثر ببعضه في مناسباته العديدة. لا، اليوم عليك أن تلتزم في بيتك، حتى التعازي بالهاتف مقبولة، المباركات بالهواتف مقبولة، تقليل التجمعات إلى أقل عدد ممكن مقبول جدا. الزيارات العائلية مش لازم منها الآن، يمكن توقفها، ما في ضرر من ذلك على الإطلاق. هذه راهو مرحلة خطيرة، ما حدش يستهزي، ورأيتوا أنتم هناك دول استهزت بالأمر وأهملت الأمر. الآن تدفع في ضريبة كبيرة جدا جدا جدا، واليوم أصبحوا يتطلعون إلى شيء من السماء، يعني شيء من الله سبحانه وتعالى بعد أن عززت كل التدابير التي على الأرض. وبالتالي أدعو لكم بالسلامة وأدعو لكم بالصبر على تنفيذ التعليمات والثبات في تنفيذ التعليمات. هذه التعليمات من أجلكم وبالتأكيد من أجل عدم انتشار هذا الفيروس. كذلك أبارك لكم انتصارات القوات المسلحة المتتالية. يوم الأمس أو حوالي 72 ساعة من
المعارك مستمرة لازالت واشتباكات في محيط طرابلس، تم القضاء على أسماء إرهابية مطلوبة لدى القوات المسلحة، تم القضاء على تجمعات هذه الميليشيات، القضاء على الأسلحة لهذه الميليشيات، وهذا عمل نحيي عليه رجالنا رجال القوات المسلحة. طبعا هذا الإصدار الأول بإذن الله، كل 48 ساعة مثلا سيكون لدينا إصدار يطمنكم على الوضع بشكل عام. كل من سأل عنا وكل من اتصل بينا نحيوه ونشكروه ونطمن الجميع أن نحن لم تظهر علينا أي أعراض في المعروفة لهذا الوباء على الإطلاق، بل نحن في مكان ممتاز جدا. نشكر القيادة العامة توفيرة، نحن عاديين جدا، لا تستمعوا إلى الأكاذيب والتضليل وتطبيل إلى المتشمتين وإلى الغرياني وإعلامه الكاذب المطبل. هذا يعني يستغل في هذه الشيء الرباني الدولي ويحاول تسليطه على أشخاص معينين في القيادة العامة. نحن بخير، وفي الأخير نحن بشر نمرض وكل أشياء عرضة لها، ولكن الحمد لله حتى الساعة نحن بشكل جيد، لم تطلع لنا أي أعراض على الإطلاق. أنا والفريق اللي معي نحييكم ونباركوا لكم ونهدوا لكم الإنجازات الإعلامية اللي درناها في الدولة في الخارج، كانت ممتازة جدا وكانت ضاربة في عمق العدو، والحمد لله تعالى. أشكركم وأحييكم، والتزموا بالتعليمات أفضل بكثير من الإصابة بالوباء. شكرا لكم.